بالصورة العناية الإلهية تنقذ محمد كريم من موت محقق في كاليفورنيا. نجاة الفنان محمد كريم من الموت في حادث سير. حقيقة وفاة الفنان محمد كريم بحادث سير في أمريكا. السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم في قناتكم كورا شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو لتسعة آلاف لايك. لو بتحب محمد كريم ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع الفنان محمد كريم. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. بالصورة العناية الإلهية تنقذ محمد كريم من موت محقق في كاليفورنيا. تعرض الفنان محمد كريم لحادث سير بسيارته، كاد أن يودي بحياته وتم نقله إلى المستشفى. ونشر كريم صورا من الحادث عبر حسابه على فيسبوك وعلق: قدر الله وما شاء فعل، أنا عملت حادثة بالعربية هنا في كاليفورنيا، كنت مسافر على طريق سيء جبلية وباتجاهين، أنا بالمستشفى دلوقتي، ادعوا لي ربنا يشفيني ويقومني من هنا على خير. وأضاف: أنا بحمد ربنا ألف حمد وشكر إنه نجاني بعد ما شفت الموت بعيني. دعواتكم. حقيقة وفاة الفنان محمد كريم بحادث سير في أمريكا. كشفت مصادر إعلامية يوم الأربعاء 22 من أكتوبر 2020 حقيقة الأنباء المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حول وفاة الفنان محمد كريم الممثل والمذيع المصري المعروف. وكانت صفحات مختلفة على فيسبوك وتويتر قد نشرت أنباء أولية تتحدث عن وفاة محمد كريم جراء حادث سير مؤسف تعرض له أثناء وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية. وخرج الفنان محمد كريم بتصريح صحفي أكد فيه أنه نجا من الموت بأعجوبة، موضح أنه تعرض لحادث سير عند طريق جبلي يتكون من اتجاهين. يشار إلى أن محمد كريم هو ممثل ومذيع مصري يبلغ من العمر حاليا 40 عاما، فهو من مواليد 2 يناير 1980 في القاهرة. درس بكلية الطب عين شمس وتخرج منها، ثم درس التمثيل. وجذب محمد كريم أنظار المخرجين عقب مشاركته في عدة أفلام مصرية، وشارك في عروض أزياء قبل نحو 20 عاما، علما أنه ما زال يعمل في عيادته طبيب للتنحيف والسمنة. ومن أفلام محمد كريم يوم الكرامة، كرم الهوى، وأسد وأربع قطط، وقبلات مسروقة، والتوربيني، إمبراطورية مين، والرئيس عمر حرب، ودكان شحاتة وغيرها. ومن مسلسلات محمد كريم حد السكينة، والبنات، وشاطئ الخريف، والعطار والسبع بنات، وأحلامنا المؤجلة، إلى جانب برامج عرض الأزياء، وقت الصيف، وذا فويس أحلى. نجاة الفنان محمد كريم من الموت في حادث سير. نجا الفنان المصري محمد كريم من موت محقق إثر تعرضه لحادث سير مروع أثناء وجوده في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية أدى إلى تحطم سيارته ونقله إلى المستشفى. ونشر كريم على حسابه الخاص في فيسبوك صورا للسيارة بعد الحادث، وكتب معلقا عليها: قدر الله وما شاء فعل، أنا عملت حادث بالعربية هنا في كاليفورنيا. الفنانة نشوى مصطفى تعلن إصابتها بفيروس كورونا، ألم رهيب. أعلنت الفنانة نشوى مصطفى إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وقالت مصطفى في حسابها على فيسبوك مساء الثلاثاء: ادعوا لي، عملت أشعة مقطعية على الرئة والنتيجة لسه طلعة، وللأسف كورونا. أي حد اتقابلنا خلال الفترة اللي فاتت أرجوكم يعمل تحليل، لو سمحتم الموضوع مش سهل، ما تستهنوش، خلوا بالكم الكورونا رجعت بشدة. ألم رهيب، ربنا ما يكتبه على عدو ولا حبيب، ربنا يحافظ عليكم يا رب، ادعوا لي. نشوى مصطفى تكشف آخر مستجدات حالته الصحية بعد الإصابة بكورونا، بموت حرفيا. صدمة كبيرة تلقاها محبو الفنانة نشوى مصطفى بعدما أعلنت بالأمس عن إصابتها بفيروس كورونا من خلال بوست كتبته عبر حسابها على فيسبوك قبل أن تعلن حاليا آخر مستجدات إصابتها بالفيروس، حيث أقلقت متابعيها حينما كتبت عبر حسابها: بموت حرفيا، بروتوكول العلاج ما عملش حاجة، حد يساعدني من وزارة الصحة ويقول لي أروح أنهى مستشفى. وكانت الفنانة نشوى مصطفى قد أعلنت عن إصابتها بفيروس كورونا من خلال تدوينة من على حسابها الشخصية على موقع فيسبوك: ادعوا لي، عملت أشعة مقطعية على الرئة والنتيجة لسه طلعة، وللأسف كورونا. أي حد اتقابلنا خلال الفترة اللي فاتت
فاتت. أرجوكم يعمل تحليل، لو سمحتم الموضوع مش سهل، ما تستهنوش، خلوا بالكم. الكورونا رجعت بشدة، ألم رهيب ربنا ما يكتبه على دول حبيب، ربنا يحافظ عليكم يا رب، ادعوا لي. وقدمت نشوى مصطفى مسلسل إذاعي في شهر رمضان الماضي بعنوان بيني وبينك، وشاركت في بطولتها وخالد سرحان وسلوى عثمان ومنير مكرم ومحمد عبد الجواد وناهد رشدي وآخرون. ويناقش المسلسل العديد من القضايا التي تهم الشباب، خاصة ما يتصل بالانتماء وعودة الأخلاق ونشر ثقافة العمل، من خلال نص اجتماعي كوميدي تكتبه الكاتبة الصحفية أمان الدرغام ويخرجه صفي الدين حسن. وكان آخر عمل نشوى مصطفى مسرحية عطا الفندي التي تم عرضها في السعودية، وهي بطولة أكرم حسني وهشام ماجد وشيكو وهايتن عامر وإسماعيل فرغلي وأتاكا، من تأليف وإشعار أمير طعيمة، وشارك في الكتابة أحمد شاكر وموسيقى أحمد وحيد كينج وإخراج أتاكا. حالتان كورونا في يوم واحد، هل تسبب مهرجان الجونة في زيادة إصابات الوسط الفني؟ شهد الوسط الفني تسجيل حالتي إصابة بفيروس كورونا المستجدة بعد توقعات بزيادة الإصابات بين الفنانين تزامنا مع فعاليات مهرجان الجونة السينمائي. وأعلنت الفنانة نشوى مصطفى والمطرب ويجز إصابتهما بكوفيد-19. وقالت نشوى مصطفى عبر فيسبوك: ادعوا لي، عملت أشعة مقطعية على الرئة والنتيجة لسه طلعة، وللأسف كورونا. أي حد تقابلنا خلال الفترة اللي فاتت أرجوكم يعمل تحليل، لو سمحتم الموضوع مش سهل، ما تستهنوش، خلوا بالكم، الكورونا رجعت بشدة، ألم رهيب ربنا ما يكتبه على عدو ولا حبيب، ربنا يحافظ عليكم يا رب، ادعوا لي. وأعلن المطرب ويجز أيضا إصابته بفيروس كورونا، وشدد على اتخاذ الإجراءات الوقائية لكل من تعامل معه خلال مهرجان الجونة، وكتب عبر إنستغرام: يا جماعة، أنا حللت كورونا وطلع إيجابي، أنا في الجونة بقالي فترة، احتكيت بناس كتير، فأرجوكم أي حد احتك بي في الفترة دي يعزل نفسه ويحلل، وربنا يعافينا جميعا. وكان المخرج كريم العدل توقع منذ يومين زيادة عدد حالات المصابين بكورونا في الوسط الفني، خاصة بعد مهرجان الجونة والتجمعات التي حدثت خلال لفترة المهرجان، وكتب: الكام يوم الجايين. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا لنهاية الحلقة، ولكن قبل أن أنهي حديثي سأطرح عليكم سؤال، وأتمنى منكم المشاركة بأرائكم في التعليقات: هل سيتم عمل تحليل لجميع ضيوف مهرجان الجونة السينمائية؟ لا تنسوا أن تشاركوا بأرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أولا بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي.